هنا مرخى العليا التي قدمت قوافل من الشهداء في مختلف جبهات الوطن، وذلك للدفاع عن الوطن ومكتسباته. أبناء المديرية وبدعم ذاتي نظموا دوريا رياضية باسم الشهداء تخليدا لأسماء الشهداء الذين قضوا نحبهم وهم يذودون عن حياض الوطن، بالإضافة إلى التذكير بأن المديرية حينما دعا داعي الجهاد لم تتأخر في الدفاع عن الوطن وشرعيته. أسسنا هذا الدوري يعني بصعوبة صراحة، يعني قابلنا فيه عدة مشاكل برغم ان ما في دعم يعني من اي جهة تدعمه مسؤول عن هذا، ونطالب المحافظة والسلطة المحلية في المحافظة انت ادعم هذه الفعاليات، مثل هذه الفعاليات في مثل ما هذا الذي قمنا بها في مديرية مرخى العليا. وبدأت انطلاقة هذا الدوري أول أمس، حيث التقيا على أرضية الملعب فريقي شباب العقر ونسان الحيدة، وبحضور معظم أبناء المديرية الذين توافدوا إلى الملعب من مختلف المناطق ليشاهدوا أول حدث رياضي كروي يقام في المديرية منذ سنين عديدة. هذه المديرية وعلى تعاقب المحافظين في شبوة حرمت من جميع أنواع الخدمات والأنشطة الرياضية، حيث أصبحت وكأنها قد سلخت من خارطة المحافظة، إلا أن الأمل يظل معقودا بالمحافظ الجديد بن عديو كونه بدأ في تفعيل الأنشطة والأعمال في بعض المديريات. المباراة كانت على أشدها وقدم الفريقين أدا جيد، إلا أن فريق شباب العاقر حالفه الحظ ليفوز على نظيره فريق نسان الحيدة ب3-2. النشاط الرياضي في هذه المديرية مبدئيا يعني بداية إن شاء الله يعني عادة بدأ في بدايته، فنتمنى أن تكون هناك أنشطة قادمة، ونتمنى من السلطة المحلية في المديرية أن تدعم هذا الشباب الرياضي. ويأمل الشباب هنا إلى إخراجهم من دائرة الحرمان إلى رحب الاهتمام والدعم المنشود، كون المديرية لديها كوادر كثيرة بالإضافة قضاءها أعوام عديدة في وحل المعاناة. حسن البريك لقناة سهيل من مديرية مرخى العليا بمحافظة شبوة.